أهلا بكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن رئيسة البعثة الدولية في العراق جينيب لاسخارت لم تأتي بجديد في إحاطتها الأخيرة على مستوى الحلول والمقترحات، ولم تتجاوز سقف التمنيات المعهودة في تقاريرها السابقة، لكنها لم تستطع هذه المرة المحافظة على اللغة المتحفظة في نقد العملية السياسية كما في إحاطاتها الدورية السابقة. وأضاف القسم السياسي في الهيئة أن إحاطة بلاسخارت تضمنت اعترافا مهما بأن العملية السياسية في العراق عقيمة ولا قدرة لها على وقف تدهورها المستمر، وأكدت أن العراق يشهد أوقاتا حرجة وخطيرة للغاية، وأمسى أي العراق على شفا فوضى عارمة، وتحولت التوترات السياسية إلى مواجهات مسلحة في بغداد وفي مدن أخرى، مسفرة عن مقتل العشرات وإصابة المئات. وقال القسم السياسي في الهيئة إن هذه التطورات المأساوية هي نتيجة لعجز الطبقة السياسية عن اتخاذ الإجراءات الفعالة، إذ حيث اختصرت الإحاطة التوصيف المأساوي في العراق لكن دون ذكر الجهات المتهمة بارتكاب هذه الجرائم وصناعة المأساة. التقرير السياسي في هيئة علماء المسلمين أو لهيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها التساؤلات التالية: هل كانت إحاطة بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي الأخيرة اعترافا مهما بعقم العملية السياسية وعجزها عن وقف تدهورها المستمر؟ ولماذا أحجمت بلاسخارت في إحاطتها في مجلس الأمن عن ذكر الجهات المتهمة بصناعة المآسي وارتكاب الجرائم في العراق كالميليشيات وفرق الموت؟ وأي مأزق وقعت فيه البعثة الدولية في بغداد بعجزها عن تقديم أجوبة واضحة لإنهاء معاناة العراقيين وليست أسئلة تزيد من شقائهم؟ ولماذا تعرقل الدوائر الدولية والإقليمية بحسب التقرير بدء عملية سياسية وطنية في العراق بدلا من العملية السياسية الطائفية الفاسدة؟ وهل ما زال الشعب العراقي فعلا قادرا على فرض حل جذري ومعادلة جديدة تجبر المجتمع الدولي على التعامل معها عن طريق ثورة شعبية شاملة؟ ضيفا الطاولة الدكتور أيمن العاني شاه القرداغي. بين التلميح والتصريح، شخصت المبعوثة الأممية للعراق جينيب بلاسخارت واقع العراق دون أن تقدم حلولا واضحة أو تملك الجرأة الكافية للتصريح بأن الحل بإسقاط النظام بكافة رموزه. هذا التقرير كما هو معتاد لم تأتي فيه السيدة بلاسخارت بجديد على مستوى الحلول والمقترحات. القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق في تقريره الدوري سلط الضوء على إحاطة بلاسخارت، وخالص إلى أن هذه الإحاطة لم تأتي بتوصيف جديد يفضي إلى الحلول التي ينشدها العراقيون، لكن من ناحية أخرى تضمنت الإحاطة اعترافا ضمنيا بعقم العملية السياسية وعدم جدوى إصلاحها. ففي حديث بلاسخارت عن الواقع السياسي أقرت بأنها دعت الأحزاب مرارا وتكرارا إلى حكومة فاعلة لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المساءلة، وهذا اعتراف بأن العملية السياسية الجارية عقيمة وليس لها القدرة على وقف التدهور المستمر فيها. لكن بلاسخارت لم تذكر السبب الحقيقي لذلك، وهي القواعد الخاطئة التي تأسست عليها العملية السياسية. والفساد سبب أساسي في مشكلات العراق اليوم، وليس أي قائد بمنأى عن ذلك. وفي ملف الفساد كان تقرير بلاسخارت صريحا في الإعلان عن طغيان الفساد في العراق وأنه قد تحول إلى سمة أساسية للاقتصاد. ملف ثورة تشرين في إحاطة بلاسخارت كان عبارة عن استعراض تاريخي لأحداثها وتوصيف لأسباب اندلاعها وما تعرض له المتظاهرون من قتل وتنكيل، دون أن تذكر ولو تلميحا أن الميليشيات هي من ارتكبت هذه الجرائم. وخلصت بلاسخارت إلى الاعتراف بأن خيبة أمل العراقيين قد وصلت إلى عنان السماء من النظام السياسي الذي يتجاهل احتياجات الشعب ويعمل ضدها في سياق منظومة فساد عامة. هذه المنظومة التي لا يمكن أن تأتي بخير للعراق يجب تغييرها بالكامل،
ووضع أسس جديدة لعملية سياسية وطنية سليمة، كما ذكر القسم السياسي بالهيئة مؤكدا على ضرورة فرض حل جذري ومعادلة جديدة تدفع المجتمع الدولي إلى التعامل معها عن طريق القيام بثورة شاملة لطرد هذه الطبقة الفاسدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في التقرير السياسي الجديد الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن إحاطة بلاس خارت الأخيرة في مجلس الأمن الدولي وقضايا أخرى أيضا تضمنها هذا التقرير. ضيفا الحلقة الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، سيكون معنا عبر سكايب من عمان، وأيضا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي شاهو القرداغ. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. أهلا وسهلا، تحياتي لكم. الله، وبدأنا مع الدكتور أيمن العاني. دكتور، التقرير السياسي للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين يقول أن الإحاطة الجديدة لم تأتي بجديد فيما يتعلق في قضية العراق. كيف أنه لم يأتي بجديد وبلاس خارت تحدثت أنه العملية السياسية في العراق عقيمة وعاجزة عن تقديم حلول لوقف تدهورها المستمر، وأيضا أنه قوى العملية السياسية جميعهم يعملون بالضد من مصلحة الشعب العراقي؟ هذا الحقيقة تطور نوعي في الخطاب والتعامل أو التقييم مع العملية السياسية في العراق، وهذا هو الجديد. تفضل. نعم، تحية لكم أخي الكريم ولضيفك وللمشاهدين جميعا. حقيقة نتكلم عن وجهة نظر الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال. من وجهة نظرها ومن وجهة نظر القوى المناهضة للاحتلال، الإحاطة لم تأتي بجديد، لأنها يعني تحدثت عن ما استشرفته الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال الأخرى منذ سنوات، أو من يعني من السنين الأولى للاحتلال حقيقة. فهذا الموضوع بالنسبة لهذا يعني لهذا المصطلح أنه لم تأتي بجديد بالنسبة لنا، لأن هذا أمر معروف وهذا أمر مشخص وله دلالات كثيرة وأدلة كثيرة، لكن مع الأسف الشديد هذا ما اعتادت عليه الإحاطات السابقة، هو يعني المجاملة والحديث بشكل أو بآخر يعني يناقض نفسه، لأنه الحقائق على الأرض تقول غير ذلك تماما في الإحاطات السابقة. لكن هذا هو قد يكون لبعض الجهات هو يعني شيء جديد، لأنه قد لم يشخصوه سابقا ولم يتحدثوا عن هذا الموضوع أبدا. نعم أستاذ شاهو، إحاطة بلاس خارت في مجلس الأمن الدولي الحقيقة هناك من قرأها من المتابعين من الباحثين من المدونين والنشطاء أنه فعلا فيها اعتراف مهم ولأول مرة بأن العملية السياسية في العراق وبعد 20 عاما على تصميمها الحقيقة عقيمة وعاجزة ومشلولة عن تقديم ما يوقف تدهورها المستمر والذي بلغ نقطة الموات ربما. هذا الحقيقة نقلة نوعية. تحياتي لك أستاذ ماجد ولضيف الكريم والمشاهدين جميعا. حقيقة هذا التصريحات التي خرجت من بلاس خارت وبهذه النوعية وفي اعتراف واضح بالشرخ الموجود بين المواطنين وبين الطبقة السياسية تطور مهم جدا في هذه المرحلة، التي تؤكد أن ليس فقط الأطراف الداخلية تشعر بتدهور العملية السياسية وتراجع أدائها وعجزها عن تقديم الحد الأدنى للخدمات أو الاستجابة لمطالب المواطنين والمتظاهرين، بل أصبح هناك إدراك إقليمي ودولي ومن الجهات الدولية التي كانت دائما تحاول أن تضفي أو توفر الدعم الدولي اللازم لهذه المنظومة السياسية وتجسدها أو تظهرها كنموذج ديمقراطي في المنطقة. الآن هذه القوى طبعا لا تستطيع
أن تصف هذه المنظومة بأنها الديمقراطية الوليدة التي ظهرت في هذه المنطقة حتى تكون نموذج مشرق للتجارب الحكم الديمقراطي، وبالتالي هي لا تستطيع أن تعطي معلومات مغلوطة تعارض الحقيقة على أرض الواقع. طبعا كلام بلاسخارت كان فيه الكثير من الجوانب التي تؤكد الحقيقة التي أكدها المواطنون جميعا، وخرجوا لرفض هذه المنظومة بناء على هذه الحقائق، ومنها أن الطبقة السياسية لا تستطيع أن تواجه التحديات التي تواجه البلاد. يعني التحديات التي رأيناها خلال الفترة الماضية لا تقتصر على التحديات السياسية ولا الاقتصادية، أصبحنا نواجه تحديات بيئية أيضا، وتحديات أمنية، وتحديات اجتماعية، ورغم ذلك نرى أن الطبقة السياسية والأطراف الفاعلين الرئيسيين داخل هذه المنظومة منشغلون بأشياء تافهة وبأشياء جانبية ليست أمور رئيسية ومتعلقة بحياة المواطنين. هذه الأمور جميعا أمور إيجابية، هذه الأمور تعطي رسائل أيضا بأن هذه الأحزاب التي حكمت في العراق وتحكم حاليا هي أحزاب فاشلة، لم تستطع أن تقدم نموذج ناجح للحكم داخل العراق، على الرغم من الشعارات التي كانت ترفعها سابقا، وبأنها في حال وصولها إلى الحكم ستوفر العدالة والرفاهية للمواطنين، أيضا فشلت في هذا الأمر. يعني تصريحات بلاسخارت أيضا تعتبر شهادة يعني دولية موثقة بفشل هذه الأطراف في طيب الوصول إلى في هذه النقطة أستاذ شاه، اسمح لي، هذه الشهادة الدولية التي أتيت على ذكرها في إحاطة بلاسخارت، هذه النقلة النوعية في تقييم تشخيص العملية السياسية أنها عقيمة وفاشلة وقواها تعمل بالضد من الشعب العراقي، هل يتوقع أن مثل هذا التشخيص قد يكون بداية لشيء في المستقبل قد يبنى عليه من قبل الأسرة الدولية، يبنى عليه شيء فيما يتعلق بالعراق ولناحية إعادة النظر، إعادة المواقف بهذه العملية التي دعمت يعني خلال 24 ساعة، يمكن أن نرى شيئا مختلفا وكأنه هذا إنذار أخير لهذه القوى، إذا لم تعد إلى رشدها فإن اللعبة قد انتهت وقد يكون هناك التغير في المستقبل؟ من المفترض أن يكون هذا التصريحات، هذه النقلة النوعية في التصريحات بداية لتغير حتى المواقف الدولية من هذه المنظومة الحالية، ولكن للأسف رأينا أن المباركة السريعة جاءت من بلاسخارت وجاءت من السفيرة الأمريكية في بغداد للتشكيلة الجديدة أو لتكليف محمد شياع السوداني، والذي هو مقرب من المالكي، والجميع يعلم أن هؤلاء قد يمتلكون نفس الأفكار التي تسببت سابقا بانهيار البلاد، وهذا يعطي انطباع سلبي. فكيف يعني إذا افترضنا أن بلاسخارت نفسها هي تؤمن بهذه الأفكار التي طرحتها في إحاطتها، إذا كيف تجدد الدعم وتطلب من هذه الأطراف الحوار وتعلق الآمال على نفس الأطراف التي أدت بذهاب البلاد إلى المجهول وإلى الانهيار؟ كيف يمكن التعويل عليهم حتى يغيروا أنفسهم؟ يعني طبعا هذا الأمر مهم جدا إذا كان هناك إعادة نظر في السياسات القادمة السابقة، محاولة لتجديد الخطاب، لتجديد العلاقات، لإعادة النظر في العلاقات مع دول الجوار. هذا الأمر ضروري جدا لمنع الانزلاق أو الانهيار إلى الهاوية، ولكن خلال السنوات الماضية لا يمكن أن توقع هذا الأمر من أطراف، يعني أنا أقول عنهم أطراف أيديولوجية، يعني هذه الأطراف ليست أحزاب براغماتية بل أطراف أيديولوجية لديها تفكير معين، أيديولوجية معينة في الحكم لا يمكن أن تغيرها بسهولة. يعني هي تؤمن بمشروع ايديولوجي عابر للحدود، وبالتالي من الصعب عليها ان تعترف بانها اخطات. يعني الى الان نسمع ان خطاب المؤامره، وهناك مؤامره دوليه على تجربتنا، يعني على الرغم من التبريكات كافه الدول بتكليف محمد شياع السوداني، الى الان هم يرددون نفس الاسطوانه حتى لا يتحملوا مسؤوليه الفشل مستقبلا. الى الان يعطون اشارات بانه حتى لو فشلوا في الاستجابه لمطالب المواطنين، حتى لو مع المليارات النفط، مع زياده اسعار النفط، لم يقوموا بأي خدمات حتى يكون التبرير جاهزا. يعني هذه العقلية للأسف لا يمكن التعويل عليها، ولكن يبدو أن المواقف الدولية إلى الآن تقف مع الأقوى. يعني حتى بتصريحات وتغريدات السفيرة الأمريكية وأيضا المواقف الدولية، هي تقف مع الأقوى ولا تحسب أي حساب لأي أطراف أخرى، لأي أطراف، للشعب الذي يطلب بالتغيير، وهي تتعامل مع الطرف القوي الذي يمتلك السلاح، يمتلك المال، يمتلك السلطة، ويستطيع أن يمسك زمام
أمور، وللأسف هذه إشارات سلبية. نعم أشكرك دكتور أيمن. يعني على الرغم مما جاء في الإحاطة، في إحاطة جنيف بلاسخارت، وصفت الواقع في العراق بأنه واقع مأساوي، تحدثت أن البلد على شفا فوضى عارمة، طبعا أتت على ذكر المعارك الشرسة التي جرت بين الميليشيات، معارك مسلحة، تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى في بغداد وغيرها، لكن أيضا كعادتها لم تسمي هذه من صنع هذه المأساة بأسمائها الحقيقية، الميليشيات، لم تأتي على ذكر أي من هذه الميليشيات التي تصنع المأساة، تصنع الجرائم، تروع المدنيين في العراق. هل هو خوف؟ هل هو تواطؤ؟ ما التفسير لهذا الإحجام؟ نعم نعم، هو الحقيقة يعني مزيج من الأمرين، لأنه تعلم جنابك هي لديها لقاءات كثيرة مع أطراف مصنفة إرهابيا أصلا من قبل حتى واشنطن، لكن مع ذلك هي تقوم بإجراء مقابلات معهم ومحادثات ومفاوضات ممكن أن تكون، لكن مع ذلك هي، فلذلك هي لا تستطيع حقيقة أن تسمي الأسماء، يعني الأشياء بمسمياتها. يعني هذه الإحاطة التي أثارت بعض يعني الجهات التي رأت فيها تغييرا كبيرا أو موقفا آخر على أقل تقدير، نعم هي أكدت على أنه انسداد الآفاق السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العراق، أكدت على خيبة الأمل، أكدت على اليأس الشعبي من الطبقة السياسية، لكنها أيضا علقت الحلول على هذه الطبقة السياسية وعلى مسألة التسويات الجارية منذ 2003 وحتى اليوم. فهو يعني هذا الأمر هي حلقة مفرغة حقيقة، هي يعني بعثة الأمم المتحدة ليست لمساعدة العراق حقيقة. يعني من يتتبع الإحاطات الدورية لهذه البعثات على مختلف من يرأسها، هي إحاطات يعني ركيكة، إحاطات هزيلة، إحاطات لا تتضمن الواقع أصلا، هي ليست إحاطات، لأن الإحاطة هي نقل للواقع الجاري في المنطقة المعينة إلى مجلس الأمن، لكن هذا الذي يحصل كلما هي تتغير. دكتور أيمن اسمح لي، تحدثت عن هذا الواقع، تحدثت عن واقع مأساوي، عن جرائم، عن معارك، عن أن قوى تعمل بالضد من الشعب، مصلحة الشعب العراقي، هذا جزء من الواقع نقلت؟ نعم، لكن هي تتجنب تسمية الأمور المهمة بمسمياتها. يعني حتى على غرار مثلا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، نعم، الذي صدر عن حقوق الإنسان في العالم، في الملف العراقي كان التقرير يعني أكثر صراحة، وكان قد سمى الأمور بمسمياتها أكثر بكثير مما جاء في الإحاطة. لكن هذا الأمر يعني هي لماذا تتجنب ذكر هذه الأمور؟ لأنها هي ضمن هذه المنظومة، ضمن هذه، يعني هي تظل وفية للنظام السياسي أو للعملية السياسية، ولم تأتي على ذكرها نهائياً. هي كلما يعني كلما جاءت على المشكلة قالت المشكلة بالأطراف السياسية كافة، الفساد للأطراف السياسية كافة، الأمور المتعلقة والصراعات هي للأطراف السياسية كافة، وكأنما تبرئ النظام السياسي. ومن أتى بهؤلاء الأطراف، بهذه الأطراف، من أتى بها غير النظام السياسي المسك حقيقة، الذي لا يمكن أن يعني يأتي إلا بأمثال هؤلاء. أشكرك، لأن واضح الموضوع. نعم. أشكرك دكتور. أستاذ شاهو أيضا خليني أسمع وجهة نظرك. هناك من يقول أيضا أنه البعثة الدولية الحقيقة عملها دبلوماسي، عمل توفيقي وليس تأزيمي، هي ليست محسوبة على طرف من الأطراف المتصارعة، وبالتالي يجب أن تبقى في إطار أو حيز الخطاب الدبلوماسي والسياسي، ولذلك ليس من الحكمة كما يقول يعني أنصار البعثة الدولية تسمية الأطراف المتهمة بارتكاب جرائم أو صنع مأساة في العراق، لذلك خطابها يجب أن يتسم بالدبلوماسية والحكمة والتوازن،
وأن تبقى مقبولة من جميع أطراف اللعبة السياسية في العراق. هذا مقبول هذا التبرير؟ طبعا هي تمثل الأمم المتحدة يعني، ومن المفترض أن تقف مع الشعب العراقي، وكما هي تصرح دائما وتطلق شعارات وحتى في لقاءاتها بأن مهمتهم يعني تحسين واقع العراقيين، ولكن هذا الأمر هذا الهدف إذا كان فعلا موجودا في برنامج أهدافها الحقيقية لا يتوافق مع هذه الجهود التي تبذلها، ليس فقط في إعادة التعويل على هذه المنظومة. نحن خلال الفترة السابقة رأيناها يعني تلتقي بشخصيات قادة فصائل قادة ميليشيات، يعني ما هو علاقة هذه الشخصية بقادة فصائل وميليشيات متورطة في الجرائم ولديها تاريخ يعني مليء بانتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا الشعب العراقي لديه انطباع سلبي من هذه القيادات، فكيف يمكن أن يحسن الظن بتحركات السيدة بلاسخارت وهو يرى هذه التصرفات؟ يعني طبعا من المفترض يعني هو من الواجب أن يكون خطابها خطاب دبلوماسي، ولكن على الأقل أن تضع النقاط على الحروف. يعني فعلا الخطاب العام حتى السياسيين يعني إذا نظرنا إلى أي لقاء لأي سياسي أو قائد فصيل يتحدث كما تحدثت السيدة بلاسخارت، يعترف بالفساد حتى يقول نحن ضغطنا على القضاة ضغطنا على المؤسسة القضائية الجميع فاسد، سمعنا تصريح قال يعني تصريحات اعترفت بأنهم هم السارقون يعني يسرقون الأموال أيضا، يعني هذه التصريحات ليس فيها شيء جديد. يعني إذا نحن نظرنا إلى حاولنا اعتبار كلامها هي بطولة لأنها اعترفت بالواقع، حتى السياسيين يعترفون بهذا الأمر في محاولة لامتصاص غضب الجماهير أو الغضب العراقيين، وبالتالي هي فعلا عليها أن تشخص وأن تعلن. يعني مثلا عندما تتحدث عن الفساد يعني تضع النقاط على الحروف وتقول هناك فصائل معينة في هذه المناطق تمنع إعادة الأهالي أو عودة الأهالي إلى مناطقهم، لدينا إلى الآن الآلاف من العوائل التي تعيش في الخيم في حالة نزوح في حالة معاناة، والآن نحن على أبواب الشتاء، لماذا لا تقول أن هناك ميليشيات في مناطق معينة تمنع الأهالي من العودة؟ أليس من المفترض أن يكونوا هؤلاء النازحين الذين يعانون، أليس من المفترض أن يكونوا محل اهتمام للأمم المتحدة؟ يعني عندما لا نرى هذه المواقف، عندما نرى تحفظا على ذكر الميليشيات على ذكر قادة الفصائل، بل بالعكس محاولة التوسط بينهم وبين السياسيين. يعني عدنا إلى الوراء وتذكرنا زيارتها كانت في وقت هناك ضغوطات ومحاولات لتشكيل ضغط على الفصائل المسلحة، هي بالعكس لدي العراقيين لديهم انطباع بأنها تلعب دورا في تخفيف أو تهدئة العلاقات بين هذه الأطراف ومحاولة التوسط بينهم حتى يستمر المحاصصة ويستمر الفساد ويستمر دائرة عجلة سيطرة هذه الميليشيات على هذه المناطق. وبالتالي هنا الإشكالية الرئيسية، نحن لدينا ميليشيات، سابقا كان هناك داعش الآن هناك ميليشيات، يجب باعتراف بأن هذه الميليشيات تسبب مشكلة كبيرة. واضح، خليني أعتذر منك أيضا دكتور أيمن، أستأذن عفوا، ومن المشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن التقرير السياسي الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم. اليوم يجب على الشعب العراقي ينتفض انتفاضة كاملة، يرفض كل السياسي، احنا ما عندكم سيادة ولا عندكم ولاء، انتوا ناس ذيولة جابتكم الاحتلال. طبعا هناك سخرية وغضب شعبي عراقي واسع على هذا القرار، قرار تسييج الجسور كحل لحد مظاهرة الانتحار. يا أخي العزيز ماكو وجدان ماكو ضمير، مو دولة. احنا فقراء على قد حالنا ونرضى بالفقر ونرضى بالخبز والشاي، بس هم تعلموا على الورق وعلى الدكاتره وعلى المليارات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في التقرير السياسي
للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. ضيفة الطاولة الدكتور أيمن العاني وشاهل قردامي. دكتور أيمن، في التقرير جاء أيضا أنه مأزق كبير واقع فيه البعثة الدولية في بغداد بعجزها، بسبب عجزها الدائم عن تقديم أجوبة واضحة ومحددة لإنهاء مأساة أو معاناة العراقيين مستمرة من 20 عام. العراقيون، العراق ليسوا بحاجة إلى أسئلة تزيد من شقائهم واسوداد مستقبلهم كما جاء طبعا على نص في نص التعبير التقرير السياسي. هل من شرح أكثر لهذه الإشارة التي وردت في التقرير، التقرير السياسي؟ لا شك أخي أن هذا يعني الإحاطة تضع بعثة اليونامي في مأزق كبير، لأنها يعني هي تدافع عن هذه الجهاد التي وضعتها نفسها في يعني في هذا الموقف الذي لا يعني لا تحسد عليه الحقيقة، لأنه الموقف هذا هي تدافع عن جهاد لا يمكن أن يعني تتصرف أو يأتي منها ما يعني أفضل مما كان، وهي لا تزال تدافع عنها، لا تزال يعني وفية لها، لا تزال يعني تراهن على الوقت، وكأنما إحنا في السنة الأولى أو الثانية من الاحتلال، عقدان من الزمن مرة ولا تزال بعثة الأمم المتحدة تتحدث عن مسألة التسويات ومسألة التوافق والهدوء، و يعني كأنما نحن في مسألة جديدة أو في عهد جديد. فهذا الموقف أخي لا شك أنه وضعها في مأزق كبير، لأنها لا يمكن أن تدافع عن هؤلاء، ومع ذلك هي تفادت الـ يعني تفادت تشخيص الخلل الكبير والحقيقي. ألا ترى دكتور ألا ترى في الإحاطة وما تضمنته من اتهامات مرة ثانية أن هذه القوى تعمل بالضد من مصلحة الشعب العراقي، لم تحافظ على ما يسمى بالسيادة، فشلت هذه القوى السياسية، هذه القوى غير قادرة على تقديم حلول لوقف التدهور، ألا ترى أن هذه قد تكون مؤشرات أو بوادر لأن تخرج من هذا المأزق الذي وصفه التقرير السياسي الكبير الموضوع فيه، لمحاولة أيضا التحلل من هذه المسؤولية التي يعني حملتها لمدة 20 عاما؟ هذه الإحاطة قد تكون هي البداية. نعم، بل أكثر من ذلك، لأنها دعت بشكل أو بآخر إلى تغيير جذري. نعم. للواقع، لكن مع ذلك هي يعني تظل في نفس الدائرة. هي هذه المشكلة، يعني عدم تشخيص الخلل الرئيس الذي أدى وسيؤدي ويؤدي الآن إلى هذه الحالة المزرية التي وصل إليها. والذي هو هذا الخلل برأيك، برأي التقرير؟ هو النظام السياسي. نعم. القائم على المحاصصة وعلى الفساد وعلى المحسوبية وعلى هذا النظام الذي جلب الدمار والخراب إلى البلد، والذي يعني أعاد البلد إلى عصور حقيقة يعني على الصعد كافة. جميع المحاور اليوم نتحدث عن القطاع الصحي منهار، القطاع التعليمي منهار، القطاع الزراعي يعني تم القضاء عليه، القطاع الصناعي معطل بالكامل. يعني ماذا تنتظر هي بالنسبة يعني اليوم كل هذه الإمكانات لهذا البلد والموارد الكبيرة وأسعار النفط التي تجاوزت الأسعار يعني حتى ما تم إقراره في الموازنات، مع ذلك لا ينعكس أي شيء إيجابي على واقع الإنسان العراقي، بل أزيدك يعني هي النظام متورط ويعني في كثير من المعاناة التي يعاني منها الشعب العراقي. نعم. اليوم لدينا، ذكر الضيف الكريم مسألة النازحين، لدينا أكثر من 1,000,000 نازح
يعني محروم من حقوق من أبسط الحقوق المدنية. لماذا؟ لأن السلطات لا 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 تريد أن تعطي لهؤلاء أو تمنع هؤلاء أوراق تثبت هويتهم، لأنها تعلم أنت أنه النزوح تجري في ظروف غير يعني فجائية وغير معدلها. فالغالب من الناس تركوا المستمسكات التي تخصهم في منازلهم، وحصل الدمار والخراب والقصف العنيف الذي أطال المناطق التي نزح منها السكان. ومع ذلك إلى اليوم أكثر من 1,000,000 نازح يعاني. هذه ماذا يعني الحرمان من أبسط الحقوق المدنية؟ يعني الكثير من الحقوق البسيطة هو محروم منها، سواء التعليم سواء الصحة سواء، ومع ذلك هو يعني لم تأتي لا بذكر هذه الفقرة ولا بذكر غيرها في الإحاطة، وتعود إلى نفس الحلقة. أشكرك. ونفس نعم أشكرك دكتور. أستاذ شاهو، أيضا جاء في التقرير اتهام أن الدوائر الإقليمية والدولية ما زالت ترفض تعرقل وتعوق تصميم بناء عملية سياسية وطنية بديلة من هذه العملية السياسية الفاسدة في العراق التي بارت تشكل تهديدا للعراق ولجوار العراق. برأيك لماذا يعرقل بناء عملية سياسية وطنية ليكون العراق آمن وجواره أيضا آمن؟ للأسف المنظومة الحالية طبعا كلما كان الدولة بيد مجموعة من الضعفاء الذين لا يمتلكون لا إرادة ولا شجاعة حقيقية لفرض السيادة ولفرض القانون على الدولة، هذا الأمر يعني يفيد الكثير من الأطراف الذين يجدون في هذا الضعف فرصة حتى يستغلوه بالكثير من المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو لتنفيذ مشاريع أخرى أو لتنفيذ تدخلات. وبالتالي إلى الآن نرى أنه حتى مع الترحيب الفوري لتكليف محمد الشياع السوداني كان واضحا أن هناك إرادة للإبقاء على هذه المنظومة ومحاولة تجديدها مجددا. يعني وراء بعد أحداث تشرين كان هناك ضربة يعني قوية وقاسية لهذه المنظومة السياسية، وهي الآن في مرحلة تحاول إعادة بناء يعني هذه النموذج بطريقة أخرى، ولكن نفس النموذج يعني التوافقي المحاصصات ولكن بصورة أخرى حتى تستطيع أن تثبت نفسها مرة أخرى وتقوم من جديد. الآن هي في هذه المرحلة وتتعافى مجددا من ضربات تشرين والمظاهرات والمحاولات التي حاول العراقيين أن يقوموا بتغيير فعلي ويؤسسوا لمشروع وطني. كان يعني حتى في وقت تشرين كان هناك فرصة ذهبية لمن يريد أن يرى تغييرات حقيقية ويعني إيجابية للعراق وللعراقيين، وكان من الممكن أن يتحول الأمر إلى سلطة وطنية وأيضا تعمل على فرض السيادة وتعمل على تأسيس الأمن والاستقرار وإنهاء السلاح المنفلت. يعني الآن كما تفضلت السلاح المنفلت مثلا لا يشكل خطر فقط على العراق بل يشكل خطر على دول الجوار، ويحمل مشروعا توسعيا يحلم بالذهاب والزحف نحو هذه الدول انطلاقا من العراق. وبالتالي كلما استمر هذا الوضع على كلما استمر المنظومة السياسية العراقية على هذا الضعف وكان هناك قوة للا دولة على حساب الدولة، كلما زادت وتصاعدت المخاطر على العراق وعلى جواره. إضافة إلى أن الجانب الإيراني عندما يستخدم العراق الضعيف كورقة في مقابل الدول الأخرى وكساحة لتصفية الحسابات، هذا الأمر أيضا يضر هذه الدول الإقليمية والدولية. وبالتالي يجب أن يكون هناك فعلا استجابة لهذه الأمور وإدراك لهذه المخاطر، لأن الحكومات الضعيفة التي تتشكل في العراق لا تستطيع أن تستجيب للتحديات الأمنية وفعلا تفرض القانون وتفرض سيادة الدولة وتمنع هذا السلاح من تشكيل خطر على الآخرين. إضافة إلى أن حتى الجماعات المتطرفة الأخرى التي تتشكل هي ردات فعل على الممارسات الطائفية أو الممارسات الغير قانونية التي تمارس من قبل هذه الجماعات المسلحة في هذه المناطق. وبالتالي
بقاؤها يؤسس للعنف والتطرف مستقبلا، وان راينا كيف لم يقتصر التطرف والعنف داخل العراق بل تجاوز الى ما وراء الحدود والى العالم ايضا، وبالتالي يجب انهاء هذه المنظومه. نعم. حتى يتم انهاء هذه المخاطر مره واحده، وليس دائما صرف الملايين من الدولارات وان يدفع العراقيون الثمن مجددا دون ان يحدث تغييرات جذريه، ونحن نرى اليوم للاسف نفس الوجوه القديمه عادت من جديد. دكتور أيمن، أيضا وردت إشارة في التقرير السياسي للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين أن هذه العملية السياسية عاجزة عن إيقاف انهيارها، تدهورها، تهشمها، على الرغم مما أتيح لها كل هذا الدعم خلال 20 عاما التي يعني تشكلت فيها. برأيك ما هو أسباب هذا العجز؟ لماذا هذه القوى تعجز عن إيقاف هذا التدهور لنظام سياسي حياتهم السياسية وجودهم فيه استفادوا منه؟ هذا النظام السياسي إذا منهار هؤلاء لا وجود لهم، لماذا هذا العجز المزمن؟ أخي، هذا لأن يعني الأطراف السياسية منذ 2003 وحتى اليوم لا تملك من أمرها شيئا، هي كل ما هنالك هي عبارة عن أدوات و يعني وسائل لتنفيذ المخطط الخارجي من الدولة الفلانية، ويعني لا سيما طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فهذه يعني هؤلاء يعني مسألة أنه كونهم مستفيدين من الواقع هذه مسألة عرضية، أما الأصل هو جاء لتنفيذ هذه المخططات، جاء لديمومة الفوضى وتأجيجها، وحتى وصلت إلى عنان السماء كما تقول بلاسخارت، لكن مع ذلك وكأن الأمر يعني يمكن أن يعني يمكن إصلاحه ويمكن الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى في وفق المعطيات، وفق هذا النظام، وفق الوجوه نفسها التي على الساحة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، الجميع متورط في الفساد، الجميع متورط في الجرائم القتل، الجميع حتى وإن لم يكن متورطا بشكل مباشر فهو عاجز أو غير قادر على أن يتحرك بشكل أو بآخر تجاه هذه المسائل، فضلا عن الملفات الكثيرة الأخرى، عشرات الآلاف من ملفات النزاهة لا يمكن معطلة. لماذا؟ لأنها تحوي على يعني حقائق وأدلة تدين يعني شخصيات بارزة في العمل السياسي بعد 2003 في العراق، يعني وكل هذه الحقائق يعلمها يعني كل الشعب العراقي وكل منصف وكل متابع للشأن العراقي وكل قارئ للموضوع، لكن مع ذلك كلها تتغاضى عنها الإحاطة ولم تذكرها، وبالنتيجة يعني نعود إلى مسألة التقرير ومسألة الإحاطة، لأن هذا الأمر هو يعني يراد له ذلك، يراد للعراق أن يظل ضعيفا في المرحلة الحالية. أشكرك. يراد لهذه الفوضى أن خليني دكتور في الدقائق الأخيرة أيضا نقسمها بينك وبين الأستاذ شاهب. ورد أيضا في التقرير السياسي أنه الشعب العراقي ما زال قادرا على فرض حل جذري ومعادلة جديدة تجبر المجتمع الدولي على التعامل معها، أي مع هذه المعادلة، بثورة شعبية تطيح أو تسقط النظام السياسي. على ما بنيت هذه الثقة من قبل الهيئة، القوى الوطنية المناهضة للاحتلال، والمراهنة على قدرة الشعب العراقي في إيجاد حل لمأساته؟ أخي الكريم، الشعب العراقي ليعلم جيدا أن هذا التغيير الحاصل في الإحاطة هو من جراء الموقف الشعبي تجاه الذي يعني
أظهر حقيقة يعني بشكل بجلاء هذه الحقيقة أظهرها هي أنه هذه الحكومات حكومات جاءت لتنفذ مخططات خارجية، حكومات لا تأبه للدم العراقي، لا تكترث للكوارث المتتابعة التي حلت بالشعب العراقي، وفي نفس الوقت الشعب يمتلك قوة هائلة إذا ما كانت هنالك ثورة شاملة ضد هذا ضد هذه العملية السياسية البائسة، ويعني ضد هؤلاء السياسيين الفاسدين والقتلة والمجرمين والعاجزين والمتقاعسين عن أداء في كل الأحوال هم هكذا. فلذلك هو التعويل على الشعب العراقي الحي الذي في يعني الهبة في ثورة عراقية شاملة تطيح بهذا النظام بشكل كامل وإلى الأبد بإذن الله تعالى. أستاذ شاهو، هل تعتقد بعد كل الذي جرى أنه ما زالت هناك الفرصة مؤاتية وسانحة أمام الشعب العراقي، الناشطين المتظاهرين، قواه الحية الوطنية، فعلا فرصة وقدرة على إسقاط هذا النظام وإزاحة هذا النظام بعد 20 عاما من تربعه على سدة حكم العراق بعد الغزو الأمريكي؟ طبعا خلال الفترة الماضية وبعد أحداث تشرين والتظاهرات كان هناك حالة يأس بسبب العنف الكثير والكبير الذي تم استعماله ضد المتظاهرين وعمليات التصفية والقنص والتآمر الدولي مع هذه المنظومة لإخماد هذه التظاهرات. ولكن هذه المنظومة، هذه العقلية في الحكم، أنا أتصور أنها تحمل بذور فنائها داخلها، يعني هي لا تستطيع أن تحافظ على البقاء والاستمرارية لأنها تفقد يعني عوامل البقاء. الدول القوية والدول المحترمة في العالم لديها أساليب للبقاء ولحماية شرعيتها ولتقوية نفوذها ولديها خطوات عقلانية، ولكن للأسف هذه العقلانية غير موجودة في العراق ولدى الأطراف السياسية، وبالتالي هم لا يستطيعون أن يبقوا كثيرا ولا يستطيعون أن يتخذوا سياسات تستطيع أن تلبي مطامح العراقيين، وبالتالي التظاهرات والاحتجاجات سوف تستمر حتى لو أخمدت بالقوة، لأنه هذه المجموعة السياسية، هذه العقلية السياسية ليست لديها مشروع للبناء، هي لديها مشروع مؤقت تفكر في النهب اليوم. اليوم وزير النفط، وزير المالية يتحدث عن 2.5 مليار تم سرقته، وهناك معلومات أخرى عن المبلغ 5 مليارات. يعني تصور في نحن في وقت الأزمة ويتم التعامل مع العراق بهذه العقلية بالنهب والسلب، ولا أحد يتحدث، لا القضاء، لا الحكومة، لا ممثلي الشعب الذين هم في البرلمان. وبالتالي هذه المنظومة يعني من الواضح أنها لا تستطيع الاستمرارية، مهما حاولت أن تفرض نفسها بالقوة سيأتي يوم وسترحل ولا تستطيع أن تقاوم. وبالتالي هناك أمل كبير طبعا لدى العراقيين الذين يحلمون بغد أفضل، غد مختلف، بدولة مواطنة، كما رفعوا شعارات نريد وطن، سوف يأتي يوم ويتحقق هذه الشعارات وتتحول إلى أمر الواقع. دكتور أيمن، كيف يمكن للقوى الوطنية المناهضة للاحتلال التقاط هذه الفرصة، هذه اللحظة، هذه النقلة المختلفة في تقييم البعثة الدولية في العراق للنظام السياسي وقواه الطائفية والفاسدة، لإقناع الأسرة الدولية، المجتمع الدولي، بإيقاف دعمه لهذا النظام الذي ثبت فشله خلال 20 عاما وقد أخذ فرصته كاملة بمختلف أنواع الدعم، لكنه فشل وأصبح خطرا وخطرا على العراقي وعلى جواره؟ الحقيقة أخي، هو يعني بالنسبة لمسألة الإحاطة والإحاطات بشكل عام، تعلم جنابك ويعلم المشاهدون أنه مسألة الإحاطة هنالك تقارير تسمى تقارير الظل. تقارير الظل قد تحوي على الكثير من الأمور غير لا تذكر بالإحاطة المعلنة،
ومن جملة ما قالت أني سأعلن في هذه الإحاطة عن أمور وكذا، هو هذا يؤكد أنه. وقبلها كما ذكرت أنا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان وتسميته للجهات المرتكبة للانتهاكات بالعراق بشكل واضح وصريح، هذا كله طبعا هو يعني أمور تدعو إلى التحرك حقيقة بشكل باتجاه أنه تعزيز هذه الحقيقة التي باتت في أذهان حتى من يرعى الجهات السياسية التي داخل العراق، لأنه الأمر يتطلب تحرك بكل الأحوال، لأنه يعني الجميع مسؤول والجميع يتحمل مسؤولية والجميع عليه واجب تجاه هذا الشعب المقهور المظلوم المحروم من أبسط الحقوق. وهذا هو يعني هذا الذي ينبغي أن يحرك الجهات المناهضة للاحتلال والجهات الوطنية الحية كما تفضلتم في اتجاه هذا الموضوع. نعم أستاذ شاهو، يبدو أن الوضع سيسير بنفس الوتيرة وربما أسوأ في ضوء ما جرى من محاصصة الآن تكليف السوداني من حزب الدعوة وبقية التفاصيل. هل تتوقع في الإحاطة القادمة للبعثة الدولية أن تكون الإحاطة أكثر نقدا أكثر قسوة أكثر سوداوية فيما يتعلق بالنظام السياسي في العراق؟ أتوقع أن إذا كانت الحكومة الحالية حكومة مجددا يعني تم المشي على نفس القواعد قواعد المحاصصة والتوافقية وإرضاء الكل، حينها قد يعني حتى الأطراف الدولية تشعر بأن الأمور بدأت في التحسن، لأنها فعلا ترى تدهور هذه العلاقات خطرا على العراق، خطرا على الدولة العراقية، لأن هناك احتمالية التصادم المسلح، هناك احتمالية العنف من قبل هذه الفواعل التي تمتلك السلاح المنفلت، وبالتالي هي قد يعني ترى في تشكيل عملية تشكيل الحكومة وإنهاء الانسداد الذي كان موجودا ترى بوادر أمل، أو تنظر إلى هذا الأمر بتفاؤل حتى يكون بداية لمرحلة جديدة. ولكن إذا كان يعني إذا نحن رأينا اليوم تغريدة يعني لوزير الصدر كان فيه تصعيد واضح ورفض لهذه الحكومة، وأيضا التحذير من مشاركة أي صدر في هذه التشكيلة القادمة، وبالتالي إذا صارت الأمور على هذا النحو وقرر الصدر أن يذهب إلى نوع من أنواع الصدام مع هذه الحكومة سواء باتخاذه موقف المعارضة أو سواء بعرقلة أعمالهم، هذا الأمر قد يؤدي إلى تصاعد العنف، وأيضا قد يؤدي إلى الذهاب نحو إمكانية التصادم بين هذه الأطراف، وبالتالي حينها من الممكن أن يكون التقرير يعني يحذر الأطراف بشكل أكثر ويركز على الجانب السوداوي أو السلبي داخل المنظومة السياسية بشكل أكثر تركيزا ويضع النقاط على الحروب. شكرا شكرا لضيفينا كل من الدكتور أيمن العاني مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، وأيضا شكرا للأستاذ شاه القرداغي الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا في هذه الحلقة التي بحثت في التقرير السياسي للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الذي صدر عن إحاطة بلاسخارت في الأمم المتحدة وقضايا أخرى أيضا في التقرير. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.